وقد عايشت العرب أهل لساني بالذات في الشرق والغرب، وما رأيت أحدا راضيا عن هذه البلاد. سجلوها واغضبوا أو يضحكوا، خالطت وعاشرت وجالست في الشرق والغرب، ما رأينا من يخلص الود أو الحب لهذه البلاد. انتبهتم؟ اللهم إلا مؤمن سلفي العقيدة رباني السلوك، وهم قليل. هذا نعم، وأقول هذا ويتكرر القول ويتضح المقام في هذه الأيام، أيام الفتنة، ونجد من خرج من هذه الفتنة إلا السلفيون، وتورط فيها الآخرون. لا إله إلا الله، لأن العقيدة إذا تبلورت في النفس وصفت وزكت لها الروح وطابت وطهرت، صاحبها يرى الحق حق والباطل باطل، والذي لا يملك هذا النوع يخلط ويخبط، وتأتي الغشاوة على بصري شهوة فقط يتنكر الحق وينكره. إذن وما إن ظهر هذا الكمال، اسمعوا إني على علم، والعالم كاملا يكيد لهذه البلاد إلا من رحم الله.